خلاص انا على طول تراكشن اوف مع التشغيل الان. ايه ارفع عمرك شويه بس. يجاوزونك بعدين، فهمت كيف؟ بس بيواجهون صعوبة شوية على حسب يجاوزونك. انت لا تكون بعد وايد راقي، بس انت خليك دو ذا ريسنج لاين. لو شفت ان النيسيسري يعني they are very close to you، يعني مثلا on the side هم خذوا الريسنج، يعني مثلا نفس ما قلت لك هم they do dive in، يعني ما انت قبل ما تلف يسار على اللفات القوية يمكن هو بيدوس بريك متأخر عنك. فحاول بس ما تلف عليه، خله شوية لا تخلي جاب كبير. خفف سرعتك شوي مو بوايد عشان انت تقدر تقبضها. راح عنك خلاص، انت يمكن بتحصل فرصه بتحلس ممكن تجاوزها. فحاسب على هاي النقاط وهذا الشيء، شوف الاعلام وهذا الشيء عشان ممكن سيفتي كار نفس ما هذا، يمكن على مصفر هذا الشيء جست فولو ذا رولز. انجوي نفس ما قلنا لك، الحين انت بتكون جهه اليسار بس قدام. لا هو اكن بس وهذا بيكون يمينك. هذا بيكون يمينك وهاي قدامه هذا. ايدي بيكون قدامه. وانت بتكون على اليسار وهذا بيكون وراك شويه وراك. يعني احتمال سياره المارشل تكون قدامي على طول، انا ما اعرف لها، خلي مساحه قدام سياره منه؟ يعني سياره المارشل قدام، بعدها سياره هذي، وبعدها الروم مالنا. ايه الروم مالكم هذا الشيء تمام. اورايت، تحاول تسخن توير الحين يوم انت بتطلع اللفه هاي، والفورميشن لا تحاول تسخنه على حسب التراك بارد الحين. Hab will not be in the race. Okay. So just stay next to Shibin, and Eddie will effectively be on pole. So don't go next to him, whatever you do. Okay. No problem. يلا عبد الله موفق. يلا يلا. سوي جود وورمينج اب، ها تايرز وبريكات بعد شويه على حسب الجو بارد الحين. Thank you.
need that space.